السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في القناه ديالنا كوتينا فلوغز ويت يسرى ازياء. انا ديوا برو. اليوم ان شاء الله جينا لبال دي مورو، حيت غادي نشوفوا نديروا معكم واحد الفلوغ، حيت غادي نشوفوا واحد الدار الكرا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش ديروا لينا لايك، بارطاجيو الفيديو ودعمونا. الا ما كنتوش مابونيين في القناة تابونيو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هانتوما الخوت، هادي هي استاسيون ديال بالديمورو. هذا هو الدران، ودابا كنتسناو الطوبيس باش يدينا يقربنا شويه للدار اللي غادي نشوفو. هانتوما كيف ما كتشوفو بالديمورو، منين يجي الطوبيس نرجع معكم ان شاء الله. المهم الخوت غادي نطلعوا في الطوبيس نمرجع. المهم الخوت حنايا كاينين في الطوبيس كيما كتشوفوا، غنبقاو هنايا جوج بارادات وغادي نهبطوا، حيت الطوبيس بعيد على 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 الدار بجوج بارادات، ولكن الا مشيتي على رجليك ولكن في الطوبيس خديناه حتى وصلنا قرار الدار، وغادي نتمشاو فيه جوج دقائق، ولا مشيتي على رجليك من الدران للدار كتعطل 16 دقائق. ما الخوت غادي نهبطو دابا. ثم الاخوان حنايا وصلنا، حطنا الطوبيس في البلاكه، ودابا غادي نقلبوا على الدار ان شاء الله. تابعونا. دابا الخوت درنا جوجل مابس وكنقلبوا على الدار. عندنا الموعد مع 11:30، احنا غاديين. انتما الاخوان كيف ما كتشوفوا حنايا غاديين بجوجل مابس، وكاتب لينا هنايا بقى دقيقه مينوتو 40 متر على رجلينا. حنايا الاخوان وصلنا الكاي سميتها كاي لاس فلوريس، وحنا غاديين. انتما الاخوان حنا وصلنا للزنقه سميتها الزنقة دي لاس فلوريس، كاي دي لاس فلوريس، ودابا غادي نقلبو على النمرة ان شاء الله. هانتوما فيها الدار كلشي هادشي زوين كيما كتشوفو، ومنين نوصلو ان شاء الله وندخلو غادي نبارطاجيها معاكم من الداخل.
الماليخوان كيف ما كتشوفوا هي هذه. انتما الخوت كيف ما كتشوفوا هي هذه بالضبط. ثم خوتي ندخلوا بسم الله. هذا هو البيت ديال الناس ديال الوالدين. هذا هو البيت الكبير كيف ما كتشوفوا، فيه كاما وماريو داخل في الحيط ولكن صغير. ثم هو هذا بتشوفوا مزيان، فيه كاما وماريو ومرايا. دابا هذا اللي غادي ندخلو فيه هو الصالون، دايرين فيه حاطين فيه التلفازة وماريو وربعة الكراسة، وهنا دايرين فيه كوادرو للديكور، وهنا كاين الباركو ديال الصالون كيف ما كتشوفوا، كيضرب على الزنقه. وعاوتاني ندخلوا الصالون باش نوريكم. هذا البانيو ديالها كبير كبير على هذا اللي ساكنين فيه هنايا، ولكن البيت والصالون صغار مره، ولكن البانيو كبير. وهنايا دايرين هاد الماريو واخا مهرس من هنايا، خاصو يصلح الدار. وهنايا كاين البيت حيت فيه غير جوج ديال البيوت، بيوت ديال باش تقراي فيه ديال الولاد. تا هو صغيور وما فيه شويه ديال البرودات تما كل تحت، وما مسبوغ ما والو. وهذه هي الكوزينه ديالها، حتى هي صغيره، فيها ميكرونداش والفران والبوطة صافي. وهنايا فيها جوج باركوات، هذه الباركو ديال الكوزينه. والزجاجه كيف ما كتشوفوا مرسه شويه. وحتى هذا فيها جوج نصوص كلهم كيضربوا الزنقة. هي الكوزينة دابا كتبان لكم حسن، هي صغيرة. سولناه شحال من متر فيها وقال لنا اخوتي. انتما هذا شجرة ديال الضو داروها هنا، صراحة كبيرة بزاف، شجرة ديال راس العام. وهادو محلات كيبيعو فيهم ديكورات وسويكان وداكشي ديال المهم مختصين بحوايج ديال راس العام. مكتشوفو انتوما دايرين الضوا وداكشي، صراحة هادشي كلشي زوين. دايرين شجرات، دايرين فيها داك الديكور. انتوما هاديك اللي كاينة تماك بيبي وبيا بانكا، وهذا اللي مكتوب فيها كاستانيا ساسادات كيبيعو شنو سميتو؟ المهم حتى نسولنا نقول لكم شنو سميتو. المهم كاستانيا ساسادس. وهنا كيبيعو الهام وداكشي، هوت دوك وداكشي. وهنا كيبيعو غوفريس، هانتوما باش تعرفو شنو هما غوفريس حيت انا معرفاش كيفاش كتقال العربية. ماتشي هاد
que jo fèiem ice cream o strawberries. Un moment, veig que fèiem et de xocolat, me que xufo gana. Et si sara hamar fes veig que hi ets veu, l'equin. I com si jus oro, jus oro xamcín. O a de Carrefour, i el que n'he fet a nou mama. O xerès nou, que n'han sobre li com a jugar li que n'hi ha fet a la plaça. Xufo nes, que xufo el decoratge d'així. هادو المحلات اللي قلت لكم ديال الديكورات ولا شي كيديرهم. وهادي هاد البلاصه ديال اي يحتفلوا واقيلا نهار 31 ولا واحد يديروا هنا احتفال. المهم كل عام كيديروا ملي كات ملي كيجي راس السنه كيديروا احتفال هنا كيكون هادشي عامر بالناس. المهم انا نصور لكم هادشي. المهم اخوتي احنا المهم طفى ليا تليفون ودابا يلا عاود شارجيتو وكنصور ليكم. دابا انا كاين حدا الدار. المهم بغيت غير نقول ليكم نتمنى يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله. وديروا لينا لايك وسبسكرايب وبارطاجيو مع الناس مع حبا ديالكم وديروا لينا شي كومنتير زوين ان شاء الله. المهم تهلاو فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.